بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اليوم الاحد 24/10/2021 تم تحميل 12 طن من لحوم الاضاحي من متجر البساتين متوجهه الى المديريات التاليه الاسماعيليه 2 طن بور سعيد 2 طن جنوب سينا 2 طن دمياط 2 طن شمال سيناء 4 طن هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته